اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة المانجا معانا في السوق، ألوان وأشكال وحاجة لطيفة وجميلة من خير أرضنا. أنا هعملها النهاردة مربى، نقدر نعملها بأشكال مختلفة، نعملها باستا فلورا، نعملها مربى، نعملها آيس كريم، الحاجات دي كلها نعملها مخللة زي اخواننا في الهند، مفيش مشكلة. نجرب الأفكار دي بما أننا عندنا مانجا حلوة العالم كله بيحسدنا عليها، مفيش أحلى من المانجا المصرية. هنعملها النهاردة مربى ونشوف إيه التركاية اللي تخلي المانجا تحتفظ في برطمانات بالليمون وتبقى لها قوام لطيف بإضافة جيلي مربى أو جيلي اللي هو العادي خالص. في تركاية كده هنشوفها مع بعض بسيطة وسهلة. تعالوا مع بعض كمان، الحمام دايما احنا محددين اقامته مع الفريك، واقول لك الفريك بيحب الشريك، بس اول ما يشوف الحمام يقول لك عديها النهارده. حمام النهارده هنعمله من المطبخ الطلياني، طاجن بالخضار. طلعينا بيحبوا دايما في الاكل بتاعهم فيه فليفر، ريحان، روزماري، صلصه البيستو، الحاجات اللطيفه الجميله. فانا هعمل النهارده الحمام لا هو بالفريك بقى ولا بالرز، هنعمله النهارده طاجن بصلصه البيستو كده مع تشكيله من الخضار بسله وجزر وكوسه وجبنه، هيبقى لطيف وجميل. الاطفال الحلوين لما نقول لهم الحمام يقول لك يا ماما الحمام ماشي. لا هو متعود على الحمام، دي صديقته وهو صغير كده، ايه ممكن يراسلها يلعب معاها مفيش مشكله. ولكن لما يلاقي طبق مكرونه على السفره في جبنه وفي لحمه مفرومه صوص بولونيز هتبقى لطيفه وحلوه. فنعمل للاطفال الحلوين النهارده مكرونه نجرسكو باللحمه مع الجبنه بطريقه الخاصه اللي تعجب حضراتكم، اهداء من للاطفال الحلوين. تفاصيل كتيره في الحلقه، بساطه سهوله مرونه، في حمام، في مكرونه النهارده جميله، في كمان المانجا بتاعتنا الحلوه هنعملها مربى ونقدر نخزنها وقت المانجا ما تتمنع من السوق وما تبقاش موجوده، مع ان دلوقتي والله نلاقي المانجا في غير موسمها والبطيخ في غير موسمه، الحمد لله ربنا كرمنا. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع لافكار بسيطه وسهله، ولكن الهدف واحد ان احنا نقدر نجدد من مطبخنا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للحمام. الحمام طبعا الأستاذة فاطمة عيد الفنانة الشعبية الجميلة بوجدات حاجة كبيرة ربنا يديها الصحة، غنت للحمام أغاني كتيرة حلوة وبحبها طبعا، دي الفنانة العظيمة نعم يا غالي عمر. مقادير الحمام طاجن بالخضار على الشاشة، معانا جوزين من الحمام يعني أربع حمامات حلوين، معانا بسلة وجزر وكوسة، صلصة البيستو اللي عبارة عن ريحان وتوم مفروم مع زيت زيتون اختياري يا إما لوز يا إما صنوبر، وطبعا البهارات بتاعتنا بسيطة وسهلة اللي هو التوم والملح والفلفل وشوية الزعتر الحلوين، وطبعا الأكلة دي بريئة من الكمون والكزبرة. تعالوا شوفوا هنعمله مع بعض إزاي، والخضار بتاعنا في متناول الجميع. عايزة تحط بطاطس أهلا وسهلا، بس أنا مش عايز أحط بطاطس، أنا مكتفي بس بالجزر والكوسة والبسلة. طيب أول حاجة هنمسك الحمام ده كده نحضره، يعني إيه؟ يعني نتبله حلو ونجهزه كده علشان يبقى لطيف وجميل. حلو أوي، نوسع للدنيا دي كده. أنا أحب الحمام يكون محشي رز مش فريك، أحب الفريك مع أكلات تانية. حلو، نجهز المارينيه بتاعه اللي هي التتبيلة بتاعته، بصلة ناعمة بالشكل ده كده، وعلى البصلة دي يا عم الشيف شوية ايه حبان حلوين كده. الله، الحمام يحب الحبان والمستكة والحاجات الحلوة. شوية الملح التمام، وأقلب البصلة مع الملح كده وعصرة ليمونة. ليه يا عم الشيف بقى؟ هو ده الكلام الكبير قوي. البصل دايما في المشويات إذا كان حمام أو فراخ بنشم ريحة الصنان بتاعه، معرفش ليه، حتى لما تعملي كفته فيها بصل تشم ريحه البصله في قلب الكفته. البعض بياكلها والبعض يقول لك الكفته مالها، دي لحمه ايضاني، ونقعد بقى في تفاصيل والغاز. البصله هي اللي بتغير لك طعم الحاجه، فانت عشان تتلاشي الموضوع ده كده، البصلايه قبل ما استخدمها دعكتها جامد كده بشويه ملح وشويه حبان حلوين. خلاص بقى عندي الجوس بتاعها اللي انا عايزه للحمام. حلوة، ننزل بالتوم، تركية صغيرة كده بس بتفرق كتير في الطعم. ده توم طازة، عشان نقلبه بقى نخليه زي ما هو كده، وشوية
الزعتر الحلوين، ونحط زيت زيتون مع ملح وفلفل. الشاورما السوري تتبيلتها لازم بهار حلو، مع زبادي، مع ليمون، مع عصير برتقال، مع عصير ليمون، كل ده مع بعضه. وما تنساش الحبهان والقرنفل في التتبيله، وبعدين تتحط في التلاجة لمدة 3-4 ساعات. بناخدها بعد كده نحطها في صينية وندخلها الفرن، ونجيب العيش الصاج ونحط عليه المايونيز أو التومية، ونبدأ إن احنا نلفها سندوتشات مع بطاطا مقلية وخيار مخلل. شايفين المارينيه ده كده؟ لونه حلو. تاني، بصلة فركتها جامد مع حبهان وعصير ليمون، خدت الجوس بتاعها، حطيت بعد كده البابريكا، وحطيت البهارات بتاعتي ملح وفلفل وزعتر مع بعضيهم، مع شوية التوم وزيت الزيتون. ناخد الحمام الحلو ده كده بقى ونشوف الدنيا معانا ازاي. الحمام دايما يتغسل وهو سليم ويتنضف كويس، يتغسل بملح خشن، يتغسل بدقيق، زي ما انت عايزه. حلو، سواء هنشويه سواء هنحشيه، وبسكينة حامية، اللهم صل على النبي، ونفتح الحمامية كده منين؟ من صدرها. تبقى معانا بالشكل ده كده، ونيجي عند الكتف بتاعها ده كده، وبراها عليه عشان الحمامة ما بتستحملش أصلا، هو لما بيستوي الواحد بياكلها كلها. ونمسك الحمامية كده ونحطها في التتبيلة كده، واحدة واحدة كده. شفت الشكل؟ خلاص ده كده الحمام، ونخليها كده مع بعضها، نفس القصة دي مع بعضها. تاني اهو، سكينتك تكون حامية، واوعي تعوري نفسك. ما عندكيش مشكلة، تقدر تخلي الراجل الفرارجي اللي بتشتري منه الحمام يعمل لك الحركة دي كده. مكرونة اسباجيتي بتتسلق، والنجرسكو لازم تتعمل بالاسباجيتي يا أبو حميد. حلو الكلام؟ بنعمل وايت صوص بيكون خفيف شوية. بنكمل سوى المكرونة مع الوايت صوص اللي هو البشاميل، عبارة عن دقيق وحليب وزبدة. وبعدين نجيب الجبنة الموزاريلا نطبخها مع المكرونة، ونحطهم كلهم في كسرولة واحدة. بيكون عندنا شوية جبنة موزاريلا تانيين بنحطهم على وش النجرسكو بتاعتنا، مخلوطين بشوية حليب عشان الجبنة ما تتحرقش منك وتجلد منك. سواء بنعمل لازانيا أو بنعمل نجرسكو أو بنعمل مكرونة بالبشاميل، أنصحك بتحطي شوية حليب مع بيضة على الجبنة الموزاريلا، وفي الآخر تحطيها على وش المكرونة أو على وش اللازانيا. الحمام بيتبل اهوت بالمارينيه بتاعه، شايف اتغير لونه ازاي؟ بيتاكل هو ني. واحدة كمان، معرفش دي صغيرة ليه، كلهم كبار ودي صغيرة. بالسكينة بالراحة كده. الحمام يتغسل وهو سليم، ما نقعدش بقى بعد ما نفتحه كده ونحط عليه ميه والجو ده خالص. ونمسك كده الكتف ده كده، الفتحه دي كده، القرصه دي والقرصه دي، وبايدينا كده. بعد بقى بيعملوا بالسكينه كده زي ما انت عايزه، انت وحجم الحماميه يعني. ده كده كده بياخدش وقت في السوا. ونفس الموضوع كده، تبلت الحمام انا، معايا جريلا في الفرن بتسخن، هحطها دلوقتي على النار. والمفروض اللي انا بعمله ده غلط، المفروض الحمام ده يتبل ويتجهز ويتحضر من بالليل او قبلها بساعتين، مش زي احنا مع بعض دلوقتي شغالين. يعني لازم الحمام ده يمر بالمرحله اللي انا قمت بيها دلوقتي، وعلى الاقل خالص يتحط في الثلاجه من ساعتين لثلاثه لاربعه. كل ما يقعد في الثلاجه كل ما يحلو، لان البصلايه هنا واخده مارينيه من الحبهان وعصير الليمون وفركتها جامد، فخدت الميه والجوس بتاعها مع توابل الزعتر والملح والفلفل. اكيد الحمام هنا له طعم تاني، ورايح لمدرسه كبيره قوي في المطبخ اللي هي المدرسه الطلياني اللي هو مع الخضار. معانا الجريلا، هنطلعها ونحطها على النار. مهم جدا تخلي بالك، لازم تكون شديده الحراره. الله، اللهم صل على النبي. اهي بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده كده. نص كيلو هبره حمراء، ما تكونش ضاني، تكون باري.
او كندوز حمراء، المهم ما يكونش فيها اي دهون عشان الكمامه ما تفكش منك يا ست الكل. وبعد كده تاخدي البرغل تغسليه مره اتنين تلاته تصفيه من الميه، تنقعيه لمده ساعتين ما فيهوش ميه، والميه تكون من الحنفيه مش ميه سخنه. حلو، عشان اخد الماده اللزجه القوامه اللي هتمسك لي اللحمه دي كلها. وفي الاخر اقلبهم مع بعض مع بصلايه مع شويه نعناع مع رشه قرفه حلوه، وبعدين انزلهم على المفرمه مره تانية بقت مفرومه ناعمه، احطها في التلاجة لمده ساعتين، وبعدين اعمل الكبيبه احشيها لحمه مفرومه، احشيها بصل زي ما احنا حابين. الجريلا عندي جاهزه، بحط شويه زيت صغيرين. حلو قوي، واخد الحمام بتاعنا الحلو ده كده، اللهم صل على النبي، وادلعه على النار. تعالى يا غالي. سؤال بقى للساده المشاهدين واحنا على الهوا دلوقتي، اذا انا فاتح الحمامه بالشكل دي كده، ظهرها ليا وبطنها كده لحضراتكم او بالشكل ده كده العكس، لما اجي اشويها يفضل الصدمه الناريه على الظهر ولا البطنها؟ يلا اللي هيسال. طيب طبيعي ان في الحمامه فتحناها طبعا بالشكل ده كده، وانا عايزه تاخد الصدمه الناريه عشان اي مشاكل من الزفاره او ايا كان، فطبيعي ان انا اول ما احطها على النار احطها على فين؟ على الفتحه بتاعتها. آه. بالشكل ده كده. يلا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. حمام بالخضار. واسيبهم على النار كده، ويقول لك عطشان يا سمراني اسقيني محبه. هنطلع فاصل؟ نطلع فاصل. طبعا الحمام هنا كل ما يعطش اسقيه. حلو الكلام. هنسقيه اشيف ايه؟ من الخلطه او المرينيه اللي انا عامله، ومعايا تشكيله من الخضار، معايا النهارده مربى المانجا الحلوه من خير ارضنا، ما تنسوش طبق مكرونه جامد جدا على طريقه الشيف المغازي اللي هو بيحبها. هنروح فاصل صغير او هتروحوا بعيد؟ تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع جوزين حمام، بنشويهم في الاول في الطاسه زي ما حضراتكم شايفين كده، ياخدوا الصدمه الناريه. البعض يقول لك يا شيف مغازي الحمام نيجي ناكله نلاقيه ناشف. بالعكس، انت لما تديه صدمه ناريه هيستوي بسرعه، يبقى معاكي باللون ده كده، شايفين الجو ده كده اهو. بنسقيه شوية محبة. الله، الخضار بتاعنا بسلة، حاجة جديدة مش كل يوم حمام بالفريك. كوسة، ريحان أخضر، جزر مسلوق نص سوى علشان ما يبقاش ني مع الخضار بقيه الخضار، يعني ما تستوي الجزر ده نص سوى بيبقى فيه نسبه وتناسب في السوى اهو بالشكل ده كده. كوسه، حلو قوي. باخد ده بعد كده بحط عليه شويه مرينيه تاني وبدخله الفرن. موضوع بسيط وسهل خالص، حاجة لطيفة بقى للحمام فك مني بال وانا بحشيه. ادي النعناع عوزت الزعتر البري، بما ان المطبخ طلياني اهو على الوش كده بيدينا طعم حلو قوي. عندي شوية المرينيه الحلوين دول اللي باقيين عندي، درجة حرارة الفرن عندي 180 الطبيعي، دي لازم نغطيها، ما ينفعش ان احنا نحطها في الفرن كده خالص، لازم نغطيها كويس. ورقة زبدة
طبيعي لما تيجي تغطي صواني في الفرن، لحمه، فراخ، ورقه اللحمه اللي بتعمليها صحيا لازم تغطيها بورقه زبده الاول، وبعدين ورقه الفويل عليها كده. وناخد الطاجن ده يا عم الشيف في قلب الفرن. الله، مش سهلة القصة. وأكلت جوزك حمام، قول لك أنا عايز جوز حمام، أنا أعمله لك النهاردة بطريقة جديدة. أنت متعود تاكله من إيد ماما محشي فريك ورز، أنا أكله لك النهاردة زي الطلاينة، طاجن بالخضار. هناخد الطاجن الحلو ده يا عم الشيف في درجة حرارة 180، لا مش فوق، تحتية، ويتحط هنا في أرضية الفرن. الله عليك. بس موضوع الغطا مهم جدا علشان نعمل عملية احتباس للسوائل والبخار اللي هيطلع نتيجة صدمة الحمام بالنار مع البهريز أو البنينين اللي أنا عامله مع الخضار. نقفل الفرن بتاعنا وننتقل للي بعده. الحمام يزعل منين؟ إيه الحلاوة دي يا شيف؟ ابن حلال. حمام طاجن بالخضار. كل يوم حمام بالفريك؟ ما ينفعش. كل يوم حمام بالرز؟ خالص. اللهم صل على النبي. يا ويلي، ايه الحلاوه دي يا شيف؟ يلا دلعوا بقى. الف هنا وشفا للي ياكل. تركايه المغازي. تعالوا مع بعض نعمل تركايه كده سريعه هتعجبكم بجد. انتوا عارفين الشيف المغازي بيحب يطلع كل اللي في قلبه، بيجود على شغله، ودي حاجه حلوه. بتحب مطبخك طلعي كل حاجه زي الفل. طاسه حلوه كده، بنحط في الطاسه دي يا عم الشيف شويه زبده، حلو. تركايه كده للحبايب، بس تركايه دي للحبايب. الزبده هنا تسيح معانا. عود روزماري. ناخد الورق بتاعه، العشبه بتاعته دي كده زي الفل، ونسيبهم على النار هسه. ما ننزلش بالثوم خالص دلوقتي، انا مش بعمل طشه فته، مهم جدا على فكره. في حاجات صغيره كده لازم تحطها في الاعتبار. التومه حساسه، فيكي تاخدك من مكان لمكان، انك انت التومه لو احمرت مع الطشه بتاعه الفته بررلك الفته، تعملي تومه للبن وخدت لون بتسود لك اللبن. نفس القصه مع التومه اللي هعملها مع الحمام دلوقتي، خدت اي لون غير اللون اللي انا عايزه دلوقتي هتاخد الحمام ده تنقله في مكان تاني خالص. نيجي للزبده بتاعتي مع الروزماري، ما تستنيش عليها لما الزبده تتحرق. ننزل بالتومه الحلوه ونقلب التقليبه الحلوه دي كده، حاجه زي البتر فلاير كده حلوه. زبده وتومه روزماري، زبده تومه روزماري، قولي ورايا، زبده تومه روزماري. عصره ليمونه حلوه. يا دلع كشيف مع الحمام، هو ده. خلص الكلام، لسه ما خلصتش. وناخد كده حاجه صغيره من الحرامي ده، الشبت ده حرامي، خلي بالك بيسرق الطعم. ممكن الواحد يكون تعبان على الاكله وعامل فيها شغل كتير قوي، يحط لها شبت. خدتنا اللي ايه، محشي كروب مثلا، فكده سنه صغيره. زي الفل. شويه فلفل اسود يا دلعك، بشره الفلفل الاسود على الصلصه دي بتنقلها مكان تاني. زي الفل. شويه ملح حلوين. على فين يا شيف؟ قول لي بقى على فين مخرجنا الجميل، قول لي. لو قلت فين هديك الطبق ده. الله عليك، الله عليك. الله عليك. انا اخد الصلصه الحلوه دي كده، يلا. الله، لا ده بقى ده يعني يتدرس في مدرسه الطهي، طاجن الحمام بالخضار. طبعا الحمام هيشرب الصلصه الحلوه دي كده، والخضار هيشرب منها، وناكل الخضار ونسيب الحمام للضيوف. الف هنا وشفا. مطبخنا النهارده من المطبخ الطلياني، والطلاينه بياكلوا حمام زينا بس ما بيعرفوش يعملوا اللي بالفريك ولا بالرز. احنا المصريين شطار، عشان كده لما بنطلع بره بنعلمهم الاكلات المصريه اللي على اصولها، اللي هي اكله امي. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.